عرفتي كيف دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. دائما كنبدا لكم لا فيديو وانا السفلى ما عنديش، لان فريمون اما كنكون طالعه في الدرج نشوف الشنات ديالي طالعين، لان قبيله وانا خدامه كندور شغل شفت اللي قلت ها وما صورتش هذا النهار. هذا زيت التليفون باش هكا نتقاسم معكم هذا النهار. هذا النهار غنقول لكم الروينه 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 عندي في الدار. وطلعت باش نطلع غير التصبين، صدقت تلقى الماكينه وصدقت انا دخلت نصوب البيت ديال البنات لان حتى هو مازال ما صوبتوش. المهم حاجه كتلقك في حاجه، حاجه كتلقك في حاجه، وانا قلت مازال ما هضرتش مع البنات، مازال ما صورت والو، قلت نسلم عليهم ونبدا الفلوق ديال هذا النهار. راني بوحديتي في الدار، كاينه غير انا واريج، كلشي خرج، كلشي مشى للبحر. صراحه البنات ما فيا اللي يمشي للبحر، اول حاجه عيانة، ثاني حاجه جا سفيان حتى هو، ومنين جا يعني خصني خوي انا بلاصه ديالي ضروري خصني نعطيه بلاصتي، لان اذا جيت نمشي انا معاهم الطوموبيل ما غاديش تكفينا. ديجا داك النهار الطوموبيل ما كفاتناش، درنا يعني جوج المرات مشى راجلي وصل وجا عاوتاني مورانا، عاد انا واريج، بقيت انا واريج وخالتي، عاد خلطنا عليهم. يعني حتى دابا غادي يدير جوج فياجات وداكشي، ومع اصلا مشى الحال شي شويه. قلت له عرفتي شنو، انا عيانه وصافي سيروا نتوما، خليوني انا من بعد ان شاء الله وعاد نولي نعاود نمشي، هي ديك نجمع الدار ونقادها شي شويه. خالتي هاد النهار صايمه الله يقبلها، راكم كتعرفوا العشر الاواخر ديال الحجه، صايمه. ايوا هادشي اللي كاين، الدراري مشاو يتبحروا شي شويه، مشاو يتبردوا، قلت لهم يلا غير سيروا. ايوا هي هادي، قال لي حتى انس قال لي راه ما فيا اللي يجلس في البحر وداكشي، قال لي غادي نوصلهم وغادي نجي وبلاتي نرجع موراهم. قلت له المهم دير اللي عجبك. هي هاديك صافي. عندي التصبين، طلقت الماكينه هكا باش تفضل لي ونجمع هكا شويه الدنيا ونرصيها ونضرب لها واحد السياقه. ما حد الدراري ما كاينينش، لان فريمون واخا كتصوب الدنيا صراحه لوسي والله العظيم داك شنو الجفافه هزاها هكا كتحطاش كاع، مره تسيق مره تشوف، مره تسيق مره تشوف، ولكن ما كتبانش، لان الدراري كنخليهم هكا يخرجوا قدام الباب وداكشي. مع دابا انا بناتي ما كنخليهمش بوحدهم، ولكن دابا مي مجموعين وداكشي كنخليهم هكا يخرجوا قدام الباب. ايوا واش نقول لكم، مع باب الدار وانا في السفلي، كتعرفوا السفلي دائما كتكون مسكينه حالتها حيت باب الدار اللي لها قريبه وداكشي، يعني العجاجه واي حاجه. ايوا كتعرفوا كيدخلوا ويخرجوا، الدار ما كتبانش فيها كاع بانها طلقات، وقلت عرفتي شنو غادي نضرب لها واحد السيقه قبل ما يجيو باش هكا ما يردوا ليش الزطم. ايوا هذا ما كان. المهم غادي ندوز بعدا نجمع بيتهم، لان فريمون صابيتهم هانتوما كيف منظمه من الناس هانتوما، داكشي باقي كيف ما هو هكا، بيت النعاس ديالي حتى هو هكاك. ايوا واش نقول لكم، لا حول ولا قوه، هادشي اللي كاين الشغل ما كيتقاداش والله، ما كيتبقى داكشي اللي كديريه اليوم غادي ديريه غدا، عادي اللي ديريه غدا ديريه بعد غدا. دابا كنقول يا ربي غير علاش تبقى نعسه تخليني بعدا غير نرصي شي شويه، والله العظيم حتى الا فاقت كنقول يا ربي تزيد واحد شويه عاد تفيق، ما نهبطش بالكم تزيد واحد شويه عاد تفيق، بعدا امو على ما يجي انس باش يهزها بعدا هكا واحد شويه. حبوباتي حاجه واحده بغيت نقولها لكم، وغادي نفكركم بالنسبه للبنات كاملين. ديجا هضرت لكم في هذا الموضوع، البنات ديال اسبانيا ديجا هضرت لكم في هذا الموضوع، اللي بغات تكون راسها، اللي بغات البنات تخدم من دارها، اللي بغات تكون عندها لارجون دو بوش ديالها. تبارك الله هذه الخدمه هذه البنات فيها سفريات، فيها كتربحي اموال، يعني ماشي اللي هي سهله، يعني شاكات، تقدي ديري الطوموبيله ديالك، الاحلام ديالك تقدي تحققيهم. البنات راه ماشي يعني هادشي اللي كنهضر عارفه راسي اشنو كنقول فيه، ماشي شي حاجه اللي هي سهله، يعني
اي حاجه ملي كنبداوها النهار الاولاني كنبداوها صعيبه عادي، لان باش تبداي النهار الاول راه صعيب، ولكن والله العظيم البنات الا ما كاينش ما احسن من الوحده تخدم على راسها وتحقق الذات ديالها، لان كنبقاو حنايا شحال ما هزونا رجالاتنا ضروري ومؤكد كنكونوا حنايا باغيين شي حاجات اللي اكيد الراجل ما كيوافقكش عليهم باش تاخديهم، ولا كيقول لك مثلا هذوك ماشي اولويات، هذيك الحاجه ثانويه، علاش غادي تمشي تشريها وتضيعي فيها الفلوس؟ ولكن مي كتكون عندك لارجون دو بوش ديالك ولا هذا كديري بفلوسك شنو ما بغيتي، يعني داك الساعات ما كيكونش الحساب. اموان بعدا تقدي تعاوني مع راجلك، اموان تعاوني مالين داركم بزاف ديال الحاجات، يعني الواحد ملي كيبغي يخدم راه البنات كيقول لك واحد المثل تحركوا ترزاقوا، خدموا على راسكم، وداك الساعات عاد قولوا وربي ما سهلش، ولكن ماشي وانتم جالسين وتقولوا ولا احنا ما عندنا زهر مثلا او لا هادي او لا هادي، بالعكس البنات خدموا. انا كنهضر مع البنات ديال اسبانيا، السيده غنخلي لكم النمره ديالها لتحت في صندوق الوصف، تواصلوا معاها غادي تفهم لكم بالضبط، ما تحتاجي لا تخرجي الزنقه لا غتخدمي في الزنقه لا حتى شي حاجه، غتحتاجي تليفون وكونيكسيون، فعوض ما تبقاي كضيعي الكونيكسيون ديالك في التخربيق فهادي 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 والمشاكل، اولا في الشط اولا اولا اولا، غادي تحاولي انك تضيعي الوقت ديالك في هذاك الشيء اللي انتينا باغا ديريه واللي تقدري تستفدي منه وتغيري حياتك ان شاء الله المستقبليه، تكسبي منها واحد الربح اللي هو مادي ومعنوي بجوج. كتولي عندك البنات، نهضر معكم حتى بواحد شنو نقول لكم بحال اختكم، راه اي فوا كيكون عندك فلوسك في جيبك كتعطي لراسك قيمه اكثر، راه ماشي كي بحال ما عندك حتى شي ريال في جيبك كي بحال لا عندك، يعني الوحده كيكون عندها قيمه اكثر حتى مع عاداتها، كتولي انتينا حاسه بحال متصالحه مع عاداتك. الفلوس ماشي هي كل شيء، السعاده وراحه البال هي كل شيء، ولكن يكذب عليك الكاذب اللي يقول لك الفلوس ماشي هي كل شيء، لان الفلوس حتى هي عندها واحد 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 البلاصه في حياتنا، دونك ما كاينش ما احسن من الواحد يكون ذاته ويحقق داك الاحلام ديالو، علاش لا، ويطمح لاكثر ويوصل لهذاك الشيء اللي الواحد هكا دايرو قدامه. انا بعدا البنات كنشجعكم انكم تكونوا بحال هكا، كنهضر مع البنات ديال اسبانيا ومنهم بنات ديال مليليا ومنهم بنات ديال سبته، هادو يتواصلوا مع السيده تلقاو النمره ديالها تحت في صندوق الوصف، كي قلت لكم ما تحتاجوا لا تخرجوا لا حتى شي حاجه، يعني غتخدموا من قلب داركم، ما تقولوش ما عنديش ما نخلي بناتي، غتحتاجي قلت لك التليفون كونيكسيون، يعني داكشي غادي تخدمي من دارك، ما تحتاجي لا تخرجي لا والو، والفلوس ديالك الارباح ديالك كامله ان شاء الله ملي كتكون كتربحيها كتدخل لك نيشان للكون ديالك، يعني كتحتاجي غير الكون ديالك يعني لا بنك فين تدوز لك الفلوس فقط. انا ما نكذبش عليكم البنات كنشجعكم وكنولي نعاود نشجعكم، لان تبارك الله ما شاء الله البنات كاملين اللي دخلوا عند السيده وتواصلوا معاها وخدموا معاها تبارك الله راهم ولات عندهم خلصه اللي هي شهريه، وشويه بشويه باش كطلعي شويه بشويه باش كطلعي حتى كتولي عندك واحد لاصوم ديال من 5000 درهم الاكثر في كل شهر. انا كنهضر معكم البنات والله العظيم الا كنهضر معكم وانا باغا لكل وحده فيكم الخير، واكيد المهم كي قلت لكم غنخلي لكم النمره ديالها تحت في صندوق الوصف، غتلقاو النمره ديال السيده اللي في اسبانيا غادي تدخلوا عندها بالنسبه للبنات ديال اسبانيا وسبته ومليليا فقط. اما بالنسبه ليكم البنات اللي تتقولوا لي اسماء حنايا في المغرب نسيتينا وعلاش وهذا، ها انا البنات غنجيبها لكم حتى ليديكم، اكيد كاينه واحد السيده اللي غادي تتواصلوا معها حتى هي غتلقاو النمره ديالها تحت في صندوق الوصف، من جميع انحاء المغرب تواصلوا معها اللي بغات تخدم حتى هي من دارها فمرحبا بها والف مليون مرحبا، حتى انا بحالي بحالكم حتى انا خدامه مع هاد السيده والحمد لله، غدا اللهم لك الحمد بشويه بشويه واللهم لك الحمد كل شيء الحمد لله كيزيان مع الوقت، كل شيء كيزيان وكل شيء كيتبدل غير الصبر، كي قلت لكم دائما كنقولها لكم نعاودها لكم، الصبر البنات هو كل شيء، وسيري بنيتك وصفي خاطرك وصفي قلبك والله ربي تيسهل عليك وما يخيبكش، انا جبتها لكم البنات حتى لما بين يديكم، كنتي في المغرب بغيتي تخدمي اونلاين ما غتحتاجيش كاع تخرجي من دارك، فقط كونيكسيون تليفون سمارتفون فقط، ديجا الكونيكسيون كتكون عندكم ديجا باش كتشوفوني، ديجا السمارتفون عندكم دابا ديجا باش كتشوفوني، يعني حاولي انك تاخدي واحد الوقيت ديالك وتمشي تخدمي على راسك، فعوض ما تبقاي تقولي انا ما عنديش وانا وانا وانا، لا خدمي تحركي تحركي بعدا
وربي اكيد غادي يسهل عليك. ما تبقيش تقولي انا ما عنديش وانا باغا نعاون راجلي وانا وانا، غير كتقولي هكاك في الخيال وصافي. لا، تحركي وخدمي وقلبي وربي غادي يسهل عليك، وتبقي تقولي الحمد لله اللي درت هذا الشيء، الحمد لله كاين ارباح كيوصلوا بالشاكات، كاين سفريات، كاين الطوموبيل للربح، كاين بزاف وسفريات لا في داخل المغرب لا خارج المغرب. انا كنشجعكم البنات انكم تواصلوا مع هاد السيده، غتلقاو النمره ديالها لتحت في صندوق الوصف، وان شاء الله ان شاء الله من بعد انا غادي نتكونيكت معاكم في الجروب وغادي نهضر معاكم، لان هذا جروب ديال الخدمه اكيد غادي نتكونيكت معاكم بالحق. الجروب ديال الخدمه يعني ماشي جروب ديال ماشي جروب ديال شي حاجه واحده اخرى، يعني فقط غير كندخلو كنخدمو فيه وصافي، يعني من التليفون وصافي. يعني شي حاجه اللي هي سهله وتقدي تبدلي، كي قلت لك تبدلي المستقبل ديالك نتينا تبدليه بيدك. وحنا دائما كنترجوا من الله الخير وكنمشيو بنيتنا، اكيد ربي غادي يسهل علينا. هادشي اللي بغيت نقول لكم. فالنمره ديال السيده غتلقاوها لتحت في صندوق الوصف، حتى هي تلقاو رقم السيده من المغرب، وغادي تتواصلوا معها وغادي تزيد تفهم لكم بالضبط داكشي اللي خاصكم ديروه. لان الا جيت نفهمكم انا خاصني فيديو خاصني غير فيديو واحد باش نفهم لكم. من الاحسن هي تفهم لكم وتعطيكم الوقت، والا ما جاوباتكمش عرفوها راها غير كتهضر مع بزاف ديال الناس، لان ماشي بسهل باش تهضر مع كل وحده وتفهم كل وحده. يعني هي غتجاوب غتجاوب كل وحده ان شاء الله باذن الله، وكل وحده بغات تخدم غادي تعاونها وتبقى معها حتى توقف على رجليها ان شاء الله باذن الله. وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. فكنتمنى لكل واحد مسيره موفقه في الحياه ديالو، والله يوفق كل واحد في اي مجال كيشدو يا ربي امين. وهنايا كيف ما كتشوفوا بعد مشيت خملت جمعت بيت ديال البنات، هبطت جمعت عاوتاني سيجور، غسلت الحمامات، جمعت الكوزينه، مهم دابا عاوتاني جالسه كنسيق، المهم كنحاول انني نجمع الدنيا ما نخليهاش مرونه، بما انني هكذا بوحديتي وما كاينش الدراري وداكشي، باش عاوتاني منين يجيو هما من البحر يلقاو هكا الدنيا تقادت. واخا راه مي غادي يجيو عاوتاني غادي تكون عاوتاني الرمله، لان كتعرفوا البحر كيجي ضروري من الرمله كيجيو بالرمله. ولكن المهم اوموان بعد تنقى الدنيا الرمله كتبقى ماشي مشكل، داك الساعات غير خوي الماء وكرت، ماشي كي بحال الدنيا عاد العجاجه وهادي وهادي. ايوا هذا ما كان. وبالنسبه لواحد المتتبعه قالت لي اسماء دائما كتقولي اسماء قولي لي الفول، والله البنات الا دائما كنبغي نقول لكم الفول باش كيفاش كتصوبوا حماتي هو وزعلوك، ولكن ما كيجيش هكا فيديو اللي فيه الهضره. دابا بما انني كنهضر بالنسبه اختي الفول، يمكن جزائريه من هنا غنقول لها شكرا بزاف، بدل البنات كاملين ديال الجزائر اللي كيدعموني لهلا يعطيكم شكرا لكم بزاف، الله يسهل عليكم نتوما وجميع المتتبعات من جميع انحاء العالم. بالنسبه اختي الفول كناخذوا الفول من بعد ما كنقيوه وكنشقوه كنديروه هكذا في الكوكوط، كنديروا القزبور غير مقطع واحد الكميه، وكنديروا شويه ديال الثومه شي تقريبا 3 ديال الدروس ديال الثومه محكوكين اولا مقطعين مشلضين، وكنديروا شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون شويه ديال الفلفله حمراء. الا بغيتي ديريها ما بغيتيش ما ديريهاش ما ديريهاش، اوكي انا بعدا كندير شويه ديال الفلفله الحمراء. وكنديروا زيت الزيتون يعني زيت البلديه، وكنديروا شويه ديال الماء، وهكا تقريبا كناخذ واحد الطريف ديال الحامض وكنديروه تقريبا ربع حامضه كنديروها، علاش؟ لان باش الفول ما كيحمرش. وكنديروا الماء قدو قد الفول، ما كنديروش الماء بزاف، لان اون فوا مي كنحلو الكوكوط عليه خاص يكون مقلي ناضي، لان مي كتخلي عادي تقلى باش كيزول منه داك الماء كيحمر، ولكن مي كتحليه قدو قد الطياب ديالو كيجي هكذا هو هذاك كيكون خضيضر ومزيون. بالكم اولا انا ها انتما درت هنايا الدجاج، درت البصله صافي فقط اج. عرفتي اول حاجه درتها قبل ما زعما قبل ما اجي هنايا مور ما ساليت الشقه والدار وداك الشيء، بعدا الماكينه سالت والله الا مازال ما نشرتش الصبيط، سالت لي راه خصني عاد نمشي نطلع نشرت الصبيط حيت الدراري غايجيو وغايجيو فيهم الجوع راكم عارفين، وخا داروا لهم السندويتشات وداك الشيء خاص ضروري ضروري هذاك الماكله. زعما انا هنا شو بغيت نقول لكم، جمعت شعري هكا الفوق خا شوفوا راه مشنتي. مشيت اول حاجه درتها مشيت خويت عليا السطيل ديال ما، لان فريمون من بعد ما ساليت واحد ديال البنات واحد
تمرات مع جري 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 كنحاول انني نجري صافي. المهم ساليت عييت وباش داك العيا باش غادي نزولو زعما كنزولو بالماء. دخلت خويتي هي غير سيد الماء غير الدات ديالي، اما شعري ما تزكت وما والو. وعاد جيت هنايا باش نكمل الماكله. اوغ موجه انا صغيره يعني ما تفطرش برا، غادي نخرج نمشي نسخن غير الباتيسري وقلت له دي معاك اري تسرفو هذا تسرفش. وقلت لكم الدراري الصغار غادي يجي فيهم الجوع غيبغيو ياكلوا، لان كاسكروت ما عندهم ما يدير لهم دابا، خاصهم ضروري ياكلوا. غادي ندير لهم دجاج بلي فريت حيت عزيز عليهم الدجاج بلي فريت، وشو سميتو شي يبقاو بعدا غير هاكا ليا. صافي عاد بدات كسيري أنس. يا قلتي عرفتي تسخن يلاه واسي البنات. شكون اللي كتحط الطيار ديال الزيت البلدية في الفطور ومن بعد كيبقى لها وكديرو في الكوكوط؟ المهم أنا وحدة أنا وحدة منهم عشتي. أنا ملي كيبقى لي عاد كشوية ديال الزيت البلدية في الطيب كنديرو في الكوكوط. هذا يرجع لبلاصتو حيت كانت عندي القريعة قوية. هنايا غادي ناخد شنو غناخد؟ ناخد الملحة. هانتوما شفتو الرجال ضروري ينساو شي حاجة، هو كيكلاكسوني باغي شي حاجة. نرجع معاكم شنو باش يقول لي شدي البال. يلا مسكين كبير وخرقوا صافي. وهنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما ساليت من بعد ما ساليت مشيت هكا للكوزينه، زعما راني كنت في الصالون لا حول ولا قوه الا بالله. المهم ما تديوش عليا مشيت زعما هزيت المقيله درت فيها هكذا واحد البصيله هكا غير مويه غير صغيره ماشي شي كبر وداكشي، شلطتها ومن بعد درت لها هكا شويه ديال الزيت ودرتها فوق البوطه. من بعد خديت المهم هكا درتها بعدا تحمر هكا واحد شويه تتحمرات لي بعدا بحال دات نص ديال الطيبه. ومن بعد خديت شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار مع شويه ديال الكمون ومع الكفته. هنايا بقيت خديت هكا الكفته وبقيت هكا كنديرها لان خالتي راها صايمه وقلت زعما خصني ندير شي حاجه هكا للفطور، وهي هذيك حنا غادي نديرو معاها بحال كوتي وعشاء في نفس الوقت لان اصلا كيودن حتى ل 8:30 دونك هما ما غاديش اصلا ما كيجيوش بكري. قلت للتسعود المهم هي هذيك تكون كاسكروت وعشاء في نفس الوقت. كي قلت لكم غادي ندير بعدا بيتزا صغيورين، هادشي علاش درت هاد الحشوه هادي. درت غير بصيله حمرتها ومن بعد درت هكا شويه ديال الكفته اللي شنتفتها هكا بيدي، ومن بعد درت شويه ديال الابزار وشويه ديال الملح وشويه ديال الكمون. صافي وكنبقى هكا كنحركها حتى طيب دغيا. المهم خاصها تكون غير مفرته وصافي. كتعرفوا بيتزا صغيورين يعني خاص البيتزا ما تكونش هكا قاصحه بزاف، يعني تكون هكا غير
مفرطه. ومن بعد هنايا مشيت خديت العجينه. بالنسبه لهاد العجينه البنات ديال البيتزا لاباط، يعني مصوبها انا بيدي، كنكون هكا مصوبها وكنديرها في الكونجيلاتور، ماشي زعما شارياها ولا شي حاجه. ومني كنجي نخبعها مع كنديرها هكا غير صغيره باش ما تشدليش البلاصه، وكنجبد غير الكميه اللي انا باغا. كندير هكا 10 في كل مويكه، كندير هكذا 10 وصافي. هنايا جبت بزايد، لان تبارك الله راكم عارفين الدراري صار كيبغيو البيتزا بزاف، ومع موحشينها بشحال هادي ما درناها. بالنسبه للعجينه خلاص راه عندي ديجا في القناه. صافي هنايا كي شفتوني قبضتها وستفتها، ومن بعد كناخذ هكذا لاصوص اللي كنديرها. حتى لاصوص الصراحه كانت عندي واجده، غير ما قدنيش الوقت باش نجبدها من الكونجيلاتور وتلق راسها، نسيتها كاع. وهنايا كانت عندي ديجا لاصوص هكا ديال اللي واجده اللي في القريعه، كنت شريتها وبقات هكذا. ايوا هي اللي دابا كنديرها. صافي غادي ندهن بها لاباط ديالي كامله، نعمرها مزيان وصافي. وغادي ناخذ داك الحشوه ديال اللي درتها ديال البصله والفلفله، حتى هي هكذا غادي نديرها من الفوق. صراحه ما درتش، يا ربي فكرنا في الشهاده يا ربي، قلت لكم من الفلفله. المهم الفلفله هي اللي ما درتهاش، غير زعما البصله والكفته هي اللي درتها، الفلفله ما درتهاش. صافي قلت ما عندي لاش، لينا هكا صغيورين وداكشي. المهم زعما راه حنا درنا بيتزا وصافي، باش نزوق الطبيله وباش حماتي تقول عليا زعما راني حادقه. ايوا هادشي اللي كاين، حنا غير ضحكين. يا ربي السلامه. المهم انا كيف ما كتشوفوا عمرتهم وصافي. كناخذ هكذا الفرماج الاحمر، حكيته، ما كانش عندي الموتزاريلا، كان عندي غير الفرماج الاحمر، حكيته ودرته هكا من الفوق. عاوتاني خديت عاوتاني هذوك زيت والكحل حتى هو، وقطعته هكا نصاصي، كل وحده درت فيها نص زيتونه، ودرت شويه ديال الزعتر هكذا من الفوق، لان فريمون الزعتر كتعطيها بنه خطيره. كتجيب البيتزا مزيونه بزاف الزعتر، وحتى مع الحوت، حتى مع البيتزا ديال الحوت كتجي زوينه. غير البيتزا ديال الحوت كنزيد معها مور ما كطيب. وكنجي ناكلها كندير قدامي زيت البلديه، يعني زيت الزيتون، كنبقى كنرشها بزيت الزيتون، كتجي بنينه. هذه ديال الكفته كندير لها غير الزعتر وصافي، ما كنديرش الزيت البلديه صافي. وكندخلهم يطيبوا نص طيبه، لان ديجا هما راهم طايبين، يعني ما يحتاجوج انهم يطيبوا يعني بزاف ولا هذا، ديجا طايبين، يعني غير بحال كيدخلوا غير يزيدوا يتصهدوا واحد شويه ويذوب عليهم داك الفرماج وصافي، يعني بحال كيكملوا الطياب ديالهم وصافي. وكتكون هكذا عندي واجده. صراحه ما كاينش ما احسن البنات للي خطي الواحد يكون داير مور يديه هكا هكا، يعني لاباط ولا شي حاجه، فريمون كتجيك القضيه ساهله، ما لا ما كتعكزيش. دابا لو كان ما عنديش لاباط تجيني صعيبه باش عاد نوض عجن عاد هادي عاد هادي. امامي كيكونوا هكا واجدين كتجيك ساهله تتقبطي وتعمري وتدخلي الفران، يعني ما كتعكزيش. هادشي اللي بغيت نقول لكم، يعني العكز ما كتعكزيش. وكذلك حتى الاخرين البطبيطات الخبيزات اللي كيتفتحوا، حتى هما كانوا عندي واجدين في الكونجيلاتور، وتبارك الله كيبقاو مزيونين، كيبقاو مزيونين، يعني ماشي يعني ماشي كيبقاو طريين، ما كيبقاوش زعما تقولي لا غيفسدوا لي كيتبدلوا المذاق ولا شي حاجه. وهنايا كيف ما غتشوفوا هنايا، المهم حطيتهم هذوك على جانب على ما سخنت الفران، لان الفران خصو يكون سخيخ شويه. في نفس هذيك الزيت اللي صوبت فيها، يعني ما احتاجيش انني نغسل المقله ولا شي حاجه، في نفس داك الزيت شنو درت، داك الطريفات هكذا ديال لادند مقطعين مكعبات، ودرت فيهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال الثوم بودره. صافي هادشي شنو درت فيهم، ودرتهم هكذا حتى تقلاو. شتهم زعما صافي طابو، دخل لهم طياب وداكشي. ديجا كنت غسلت الخس وقطعته طريفات اكيد من بعد ما نشفته، وخديت المايس حتى هي اللي من بعد ما صفيتها ودرتها تما وصافي. ودرت داك هادوك الطريفات ديال دند. ما بغيتش نعمر بمطيشه، لان كاين اللي كياكل المطيشه كاين اللي ما كياكلش مطيشه. شنو درت، غير قبضت هذاك الشيء من بعد ما خلطته، قبضته وعمرت بها هكا البطيبيطات باش تجي هكا واحد الحشوه اللي هي ما بارده ما سخونه، يعني الطريفات ديال دند ولكن كيتكلوا بحال الشلاضه وصافي. وعمرتهم بحال هكا، ملي جيت نقدمهم هذا فوق الطبيله مع، اصلا كتجي هاد الحشوه هذه كتجي معها الصراحه الشلاضه وداكشي كيجي معها مطيشه. كان عندي طوماط سوغيز وحطيتها هكذا غير من الفوق باش اللي بغى يهز يهز، اللي ما بغاش ما يهزش ما يهزش صافي. وقادت قادتهم هكذا عمرتهم كيف ما كتشوفوا، ما كيتقطعوا داك البطيبيطات ما حتى شي حاجه، كيبقاو شادين راسهم، يعني ماشي منين كيبردوا ولا هكا لاباط كتبقى كتقطع ولا كتفرتت، لا
كتبقى كيف ما وجدتيهم بحال راكي عاد وجدتيهم، لان اصلا كيف وجدتهم خبعتهم، هذا هو السر ديالهم. السر ديالهم منين يعني تصوبي هاد لاباط ولا هادشي كيف تبقى هكا مازال سخيخه، غير تحسي بها بدات كتبرد تجمعيها وتخبعيها، مي كتجبديها كتجبد بحال اللي راكي عاد صوبتيها. المهم ما كتعجزيش باش توجدي، وكيجيك ساهل. غير الواحد منين يكون هكا العشيه جالس ولا ما عنده ما يدار، ما يبقاش غير جالس ولا ناعس. ايه كنتي مثلا عيانه ولا شي حاجه ارتاحي، ولكن هكا ملي كيكون فيك ما يدار وما كاين ما يدار فيك ما تخدمي ولكن ما كاين ما يدار، الواحد ينوض ينقص عليه كي بحال هاد الشكالات هادو. ايوا هاد الشيء ما كاين البدات هنايا، صافي غادي نوجد الطبيله ديالي كيف ما تشوفوا نحطوها. الحمد لله على هاد النعمه، وصافي هذا ما كان. وهنا البنات وصلت للتالي ديال لا فيديو، كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. هذه لا سوبا البنات ديال الشعريه صوبة ديال الشعريه، كلشي كيعرفها بمطيشه وشويه تزعلوك شويه ديال الزيتون. ايوا الحمد لله هادشي اللي كاين. ما تنساونيش البنات من لايكاتكم، ما تنساوش البنات تمشيو تدخلوا عند البنات، سواء كنتو في قلب المغرب تلقاو النمره، سواء كنتو بنات ديال اسبانيا تلقاو النمره. كنتمنى انكم تمشيو وتشجعوا راسكم ما تبقاوش يعني جالسين ومربعين يديكم وتقول ما عندناش ولا هادي ولا هادي. بالعكس خدمي 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 وكوني راسك، راه ما حتى شي حد ما غادي يجي ويدق عليك باب دارك ويقول لك هاكي هاد الحاجه الا والله ما تكسبيها حتى تضربي فيها تماره. هادشي اللي بغيت نقول لكم، والله يوفق الجميع يا ربي امين، وبسلام عليكم تطلع.